زيد تفضل. هنا فات الصلاة. نعم. استوجب فات السؤال. نعم. هذا سؤال الأخ يسأل يقول إذا فاتت صلاة الجماعة بإمام فهل نصلي جماعة أخرى أي نتخذ إماما بيننا فنصليها جماعة؟ هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء والفقهاء، منهم من يرى أن يتصدق المسلم على أخيه بالصلاة جماعة سواء كان صلى أو الذين يدخلون فيتخذون جماعة أخرى، بناء على أن الأجر قد يكتب لهم إن شاء الله على قدر نيتهم أي إتيانهم إلى المسجد بنية صلاة الجماعة ويصلونها جماعة. والآخرون يقولون يكره كما هو مبين في المذهب المالكي، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء للأدلة التي لا نستطيع سردها في هذا الوقت، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء وقد صلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودخل بيته وصلى صلى الله عليه وسلم. ثانيا قالوا لئلا تكون ذريعة للتفرقة بين الأمة الواحدة وداخل المسجد الواحد، فتدخل طائفة وقد تكره الإمام أو تكره أناس داخل المسجد فأو لها تصور معين فتصلي جماعة، وكذلك من باب يعني عدم تحرج الإمام، وهذه كذلك تعليل أدخله العلماء في المسألة. قالوا إذا صلى الإمام وجاءت يعني مجموعة وصلوا جماعة فالإمام قد يتحرج من هؤلاء، خصوصا إذا كانوا من الساكنة ومن الحي، والأمر فيه ساعة والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.